سماحة مفتي الجمهورية، لم نكن نتخيل لحظة أنه سيأتي يوم نتحدث فيه حول الشأن العام بمصطلحات سنة وسنية، لكن المعذرة صاحب السماحة وأيها الإخوة، فالذي يجري هو دمنا، والأرض التي تقطع هي أمنا، والسم الذي يدس هو في طعامنا، والتشويه الذي يمارس هو في ثقافتنا. نحن أهل السنة، نحن أهل البلد، وكل من في البلد أهلنا، لكن ليس من أهلنا من يقتلنا ويهدد سلمنا ويغتال رؤساءنا، ليس منا من يفجر ويخطط لتفجير موائد صومنا أو مراكز تجمعاتنا، ليس منا من يفجر بيوت الله في كل مكان. نحن أهل السنة، نحن أهل الدولة، وكل من في الدولة أهلنا، لكن ليس رجل دولتنا من يقفل قصر رئاستنا ويصادر صلاحيات رئاسة حكومتنا، ليس من دولتنا أمن أعور يرى بعين واحدة، وعدل أعسر يعتقل بدون محاكمة ويطلق كبار الخونة والمجرمين. نحن أهل السنة، نحن درع الوطن، نحن عرس الوطن، نحن عرسال الوطن، ولأن عرس الوطن وعرساه جريحة، نبدأ بكلمتها مع الناصب البدني خالد الحجيري. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات الفاضلات، السادة المحترمون، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيت من عرسال لأنقل لكم فيما يلي بعضاً من هواجس وهموم أهلي هناك، بعيداً عن انقسامات السياسية والطائفية المستفحلة والمصالح الضيقة. عرسال أيها السادة، رغم الهجمة الإعلامية والسياسية التي تتعرض لها، كانت وما تزال مسكونة بالهموم الوطنية والقومية، فهي قدمت مئات الشهداء على مذبح الأمة والوطن في محطات النضال العديدة، وتاريخها يشهد لها بذلك. انخرط أبناؤها في أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية التي ناضلت لتحديث النظام اللبناني، كما قاتلوا إلى جانب المقاومة الفلسطينية في صراعه المرير ضد العدو الإسرائيلي. وفي صفوف المقاومة اللبنانية ضد هذا العدو سقط العشرات منهم شهداء في المواجهة. أما في 2 آب الماضي فقدمت 18 شهيداً لم يأتي الإعلام على ذكرهم. سقط عدد الدولة وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي. وانطلاقاً من كونها مسكونة بهذه الهموم، استقبلت اللاجئين الفلسطينيين في السبعينات والثمانينات، وفتحت صدرها لاحتضان أهلنا اللبنانيين الهاربين من نيران الإسرائيلي عام 2006، فقدمت لهم المأوى وكافة أنواع المساعدة. ومؤخراً بعد احتدام المشكلة في سوريا وبحكم موقعها الجغرافي على الحدود، وفد إليها عشرات آلاف السوريين الهاربين من الموت، ولم يكن الدافع الجماعي لاستقبالهم سوى ذلك الإنساني الذي يرحب بالضيف مهما كانت ظروفه. أما حالياً فعرسال مسكونة بقلق المصير، إذ هناك من يحاول تدفيعها أثماناً باهظة لأسباب سياسية ومذهبية وديموغرافية في خضم التجاذبات الكبرى في المنطقة. وأهلها إذ يعتبرون أن الضمانة الوحيدة لهم هي الدولة ومؤسساتها، وأن المخول الوحيد بالدفاع عنهم هو الجيش اللبناني الذي أصبح يملك السلاح الكافي لحماية كل الوطن بفضل الهبة السعودية. فهم لن يتوانوا هذه المرة عن دفع دمائهم في وجه من تسول له نفسه الاعتداء على الجيش كائناً من كان، ويرفضون رفضاً قاطعاً دخول أي سلاح سوى سلاح الجيش إلى أرضها، ما قد يؤدي إلى نشوب فتنة في البقاع ويشعل البلد برمته لا سمح الله.
من الناحية الاقتصادية تقف عرسال على أبواب كارثة محققة، بالإضافة إلى أعباء النزوح السوري، فالأهالي أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى بساتينهم ومقالعهم ومعاملهم الواقعة كلها في الجرود الشاسعة بسبب الاشتباكات هناك، وبالتالي توقفت المداخيل، ما سيدفع شيئاً فشيئاً باتجاه تهجير أهلها من أرضهم سعياً وراء العيش. أما الحديث عن علاقة عرسال بالدولة ومؤسساتها من الناحية الإنمائية فهو لا يخلو من شجون. فهل يعقل مثلاً أن مدينة عدد سكانها يقارب 40,000 تخلو من مستشفى حكومي أو أي إدارة حكومية؟ نحن نعلم يا سادتي أن المحاصصة السياسية المناطقية في البلاد والقائمة على أساس طائفي ومذهبي هي السبب في هذا الحرمان المزمن، لكن أليس هذا ظلماً بائناً بربكم؟ أخيراً أقول يا سادتي أننا لا نطلب في عرسال سوى الإنصاف، لا نريد من الوطن إلا أن يحتضننا بمؤسساته لكي نحس بالدفء ونشعر بالانتماء إليه أكثر. نريد أن تحمينا الدولة مما يتهددنا من خطر وجودي بسبب موقعنا الجغرافي، لأننا بالتالي أبناؤها ولا نؤمن إلا بها، ولأن الحرمان لا يسبب بالنهاية إلا الانسلاخ عن العائلة والتخبط في المجهول. عشتم وعاش لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضع على كتفيه وشاح الحرية، وضع على كتفيه وشاح الحرية عندما كانت أطواق العبيد تلف رقاب كثيرين، اعتبروه مغامراً وقالوا له إن عين الاعتدال المدني لا تقاوم مخرز العسكرة، فكانت المقاومة وكانت الحرية. مصباح الأحدب. السلام عليكم. ممثل سماحة المفتي الشيخ خلدون عرايمت، أيها الإخوة والأخوات، سأتلو النص الذي هو مسودة حقيقة للنقاش، قابل للنقاش، والتي نطلق اليوم بفضل مشاركة كل الأخوة يلي شاركونا بالمبادرة من الأساس. لما كان الخطر على لبنان قد ازداد نتيجة استمرار أزمات المنطقة، وخصوصاً بعد انخراط بعض اللبنانيين في الحروب الدائرة على طول الوطن العربي وعرضه، ولما كان التوتر المذهبي قد بلغ سقفاً شديد الارتفاع وبات يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي، ولا نبالغ إن قلنا للوحدة الوطنية أيضاً، ولما كان الخوف على الوطن واستقراره ومكوناته المتعددة بات يشكل هاجساً حقيقياً لكل الطوائف اللبنانية دون استثناء، ولما كان أبناء سنة لبنان أثبتوا في محطات عدة أنهم مؤمنون بنهائية الكيان اللبناني ويشكلون حاضنة لمؤسسات الدولة كافة لا سيما الجيش اللبناني، لذلك فهم القادرون مع شركائهم في حماية الوطن من الأخطار المحيطة بنا. ولما كانت محاولات توظيف القوى الأمنية والعسكرية في مواجهات داخلية وخارجية تشكل ضرباً لدور هذه المؤسسات الوطنية مما يعرضها لخطر فقدان إجماع اللبنانيين حول شرعيتها، لأنها أساساً مولجة حماية كل أطياف المجتمع دون استثناء، تدعينا نحن شخصيات من سنة لبنان للتأكيد على ثوابت قد تسهم في إطفاء حرائق وتبريد صراعات وتوجيه البوصلة في الاتجاه الذي يجمع ولا يفرق، بما يساهم في تحصين الاستقرار من جهة ويحمي لبنان بحدوده ومكوناته كلها من جهة ثانية، دون أن يعني ذلك السعي لتأسيس مشروع سياسي أو لإطلاق محور حزبي، بل لتأكيد فاعلية السنة في حماية لبنان في هذه المرحلة الحساسة على قاعدة أن الاعتدال والوسطية هما نقيضات تطرف وهما السبيل الأمثل
لحفظ الوطن وضمان تعايش أبنائه وشراكاتهم في الواجبات والمسؤوليات. تأسيساً على ذلك يعلن المجتمعون تمسكهم بالآتي: في الشأن الوطني والسياسي، أولاً التأكيد على تمسك سنة لبنان باتفاق الطائف والتزام تطبيقه قبل البحث في أي تعديلات فيه، والعمل فيما بعد على تطوير بعض بنوده لكن بعد تطبيقه كاملاً. ثانياً التأكيد على أن الاختلاف في القراءة السياسية بين الأطراف السنية لا يجب أن يكون في أي حال من الأحوال أداة صراع أو نزاع أو مؤشر انقسام أو ضعف، بل يجب أن ينظر إليه كتعددية ضمن الوحدة وحيوية ضرورية لتعزيز الحضور، وهو في كل أحوال تنافس تحت سقف القانون والمؤسسات لديمومة الحياة الديمقراطية الإلزامية لنا جميعاً في لبنان. ثالثاً التأكيد على أن الاعتدال ونبذ العنف هو من ثوابتنا الدينية ومن ثقافتنا السياسية والاجتماعية والوطنية، وأن الإرهاب صفة لا تلصق بالسنة بل بالإرهابيين وحدهم من أي طائفة أو جماعة أو بلد كانوا، وأن التمسك بالاعتدال لا يجب أن يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الحقوق أو التنازل عن الدستور والثوابت والقيم والأعراف. رابعاً اعتبار دار الفتوى المؤسسة الجامعة التي تسعى دائماً ليس لتلاقي الفاعليات السنية فحسب، بل كل الفعاليات الوطنية تحت سقف الثوابت الوطنية، ووجوب دعمها في مواقفها ومسيرتها كمرجعية إسلامية جامعة وطنية ودينية واجبة الاحترام. خامساً العمل على تجنيب لبنان واللبنانيين صراعات المحاور وحروب الإقليم عبر تعزيز سلطة الدولة والتزام الدستور واعتماد الحوار نهجاً لحل الخلافات الداخلية وتفعيل العملية الديمقراطية لتجديد الحياة السياسية. في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، دعوة الحكومة وأي حكومة لاحقة إلى اعتماد الإنماء المتوازن بين المناطق فعلاً لا قولاً، والعمل على ردم الهوة الكبيرة التي خلفتها سياسات غير متوازنة وحروب ونزاعات مفتعلة، كما حصل في طرابلس وحصل في عبرة وكما يحصل اليوم في عرسال، والتي أوجدت فجوة اجتماعية بين المناطق وهمشت شرائح اجتماعية لها كامل حقوق المواطنة على الدولة ومؤسساتها، مما ساهم في انتشار البطالة وفتح الباب واسعاً أمام تسرب أفكار وممارسات تركت أسوأ الأثر في أكثر من مدينة ومنطقة. سابعاً الدعوة إلى تخصيص المناطق الأكثر حاجة وفقراً بالخطط والمشاريع التنموية التي نرى أنها تشكل مدخلاً رئيسياً لمعالجة أسباب التطرف والكفر بالدولة والنقمة على مؤسساتها. ثامناً التشديد على ضرورة اعتماد سياسات عادلة وتحت سقف القانون في التعاطي الأمني والقضائي، سياسات تعزز ثقافة الانتماء الوطني والكف عن الكيل بمكاييل متعددة مع مناطق محددة ومجموعات بعينها بشكل يخالف مبادئ الدستور ومقتضيات المواطنة، لأن كل ذلك أوجد حالات من عدم الثقة بالدولة وأجهزتها. وفي الشأن العربي، التأكيد على البعد العربي والهوية القومية انتماءً ومصيراً وقضايا، ورفض كل مشاريع التقسيم والهيمنة والاستلاب والتعبئة المذهبية والاختراق السياسي والأمني للدول العربية
من قبل أي قوة خارجية سواء إقليمية أم دولية، مع التشديد على أن حل القضية المركزية في فلسطين على أسس عادلة وثابتة تعيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني سيساهم في فك الاشتباك مع المجتمع الدولي في عدد كبير من القضايا. عاشراً، التأكيد على أن أزمات العالم العربي وخصوصاً في سوريا والعراق وليبيا واليمن جراح تؤلمنا جميعاً، ونشدد على ضرورة حلها سريعاً بشكل يحفظ لشعوبها وحدة دولهم ومجتمعاتهم ومصالحهم وحقوقهم وكرامتهم، ولا يفتح الباب أمام الاحتلالات المقنعة ومشاريع التقسيم المشبوهة. وختاماً، دعوة جميع القوى المنخرطة في الحرب داخل سوريا إلى وقف تدخلها في هذا النزاع لمنع امتداد شرارة تلك الحرب المؤلمة إلى لبنان. وشكراً. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، حديث نبوي شريف فهمه خلدون الشريف، فانتهج خطاً وسطياً يقول فيه للظالم يا ظالم بدون استعراضات شعبوية فارغة. خلدون الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممثل صاحب السماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، السيدات والسادة، أيها الإخوة الأعزاء، حين تلقينا دعوة من اللجنة المنظمة للمبادرة السنية الوطنية على قاعدة أنها مبادرة لا تستثني أحداً، وأنها مبادرة تفتح باب الحوار باتجاه كل مكونات الوطن، وأنها تسعى لعقد مؤتمر تأسيسي تتلاقى عليه وفيه وحوله النخب لتكريس انتماء سنة لبنان إلى جغرافية محددة ودستور متفق عليه، لم نتردد قط في قبول هذه الدعوة الكريمة وشكر الساعين إليها، وفي مقدمهم الصديق الأستاذ مصباح الأحدب. وأنا أسمح لنفسي اليوم أن أتحدث بالنيابة عن دولة الرئيس نجيب ميقاتي وبالأصالة عن نفسي لأقول: كل دعوة للحوار بين أي كان في لبنان هي دعوة محمودة، وأن اليد الممدودة هي السبيل الوحيد لحماية لبنان الوطن والكيان من الأعاصير التي تعصف في منطقة يتمنى البعض أن يراها مقسمة ومشرذمة إلى كيانات متناحرة أين منها حروب داحسة والغبراء، وكل ذلك يعود بالنفع حكماً للدولة التي اغتصبت أولى القبلتين وثاني الحرمين. فالدولة اليهودية الصافية لا يمكن أن تعيش إلا في محيط متصارع كياناته طائفية ومذهبية. لبنان أيها السادة لعب دور حقل التجارب خلال الحروب التي عاشها لصياغة احتمالات تشكل منطلقاً لتقسيم المنطقة، لكن ذلك المخطط المشؤوم سقط عند صياغة اتفاق الطائف برعاية عربية مباركة، بيد أن هذا المشروع قد تطور أو تعدل تكتيكياً، لكن الرسامين لم يتوانوا عن تغيير تكتيكاتهم مع الإبقاء على مخطط التقسيم كمشروع استراتيجي، فاعتمدوا التاريخ منصة للقراءة والتدبر وشرذمة الأمة بما يخدم مصالحهم وأطماعهم، ويفتت كل شيء عندنا وحولنا. وعلى أهل لبنان وأهل المنطقة وحدهم القيام بما يلزم لتجنب الانزلاق إلى هذا المشروع وإلى أتون حروب قد لا تنتهي. من هذا المنطلق سنعمد بما أوتينا من قوة وعزم على فتح قنوات التواصل مع كل القوى السياسية والقوى الحية في المجتمع اللبناني
للوصول لبناء شبكة أمان محلية تتبنى الترويج للاعتدال ليس على مستوى الطائفة السنية فحسب، بل على مستوى كل مكونات النسيج اللبناني دون استثناء. وقد يكون من المفيد الإشارة إلى اعتمادنا على دار الفتوى كمؤسسة دينية وطنية جامعة، وتأكيدنا على دورها الأساس في حماية اتفاق الشراكة الوطنية من جهة، وصياغة التوافقات السنية من جهة أخرى، واعتبار الاختلافات السياسية مشروعة ومشرعة وشرعية تحت تقف الثوابت الوطنية ومراعاة اللعبة الديمقراطية التي تبقى حجر الزاوية في التركيبة السياسية اللبنانية، إذ لا يمكن اختزال لا طائفة ولا مذهب ولا منطقة بفريق دون آخر أو بمجموعة سياسية دون أخرى. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة والأصدقاء، إن هذا اللقاء ما كان ليكون ولن يكون لقاءً حزبياً أو فئوياً أو مذهبياً، إنما هو حراك يبغي الجمع للفرقة والمواطنة الكاملة للخضوع لمنطق القوة أو الهيمنة. لقد علمنا التاريخ أن لا فئةً غالبةً في لبنان قط، وأن العجلة تدور رافعةً دور فئةٍ مرة وخافضةً لأدوار وأحجام فئاتٍ مراتٍ أخرى. كل ما نسعى إليه هو أن لا تطحن هذه العجلة لبنان واللبنانيين. عشتم، عاش لبنان، وإلى الحوار در. في مفهومنا لا يوجد سنة درجة أولى وسنة درجة ثانية، لا يوجد سنة وزارة ولا سنة سفارة. نبقى مع كلمة هشام طبارة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد. ممثل صاحب السماحة، أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم في بيروت، بيروت عاصمة العروبة والإشعاع الثقافي التي مدت حياتنا الوطنية والعربية بثقافة الالتزام وبقيم الإسلام والعروبة، وهي إذ تحتضن لقاءنا اليوم لأنها ما زالت أمينة على دورها وتاريخها. إن إطلاق المبادرة السنية الوطنية ليست دعوة إلى حوار فئوي، وإنما من إيماننا بأن الحوار هو حاجة وطنية لأي مجموعة تعيش على مساحة واحدة تريد تنظيم حياتها عبر اختيار واعٍ مدرك لقيمة الإنسان في محيطه الاجتماعي. فالعقد الاجتماعي الذي تنتجه الإيرادات الوطنية الجامعة هو من أساسيات المسألة الوطنية التي لا يجوز المس بها إلا بإجماع وطني ينتج عن حوار يهدف إلى تعزيز حياتنا الوطنية. وإن أي صيغ مفروضة لا يمكن أن تستجيب التي لا تنسجم إلا مع صيغ تربط الحاضر بالمستقبل. نلتقي اليوم لنؤكد أن الحوار في البيت الواحد هو أساس لأي حوار على المستوى الوطني. بعدما أغلقت أبواب الحوار الجامع، فجاءت الحوارات الثنائية داخل كل مجموعة وطنية تمهد الطريق إلى الحوار العام. وإن مبادرتنا اليوم التي دعينا إليها انطلاقاً من شعار اليد الممدودة ليست من موقع البحث عن دور مصلحي، وإنما لأنها ضرورة وطنية لفتح الأبواب المغلقة المحكومة بعقد الماضي. فالحوار السني يشكل مرتكزاً لأي حوار وطني جامع دون خوف أو عقد، لأن توحيد الكلمة داخل كل بيت يكون المقدمة الطبيعية للحوار الوطني، لأن الوطن يحتاج إلى جميع أبنائه. إن سياسات الإلغاء والإقصاء أثبتت فشلها وأضرت ببيئتنا كثيراً وتركت أثاراً سلبية على دورنا التاريخي الرائد كحامٍ للتنوع والاعتدال. فإننا نقترح
أولاً، أن يكون حوارنا ملامساً لدورنا في الحياة الوطنية المتصل بوحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات. ثانياً، تطوير نظامنا السياسي عبر تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف. ثالثاً، دعم المؤسسة العسكرية التي تشكل الحامي للوطن من كل اعتداء والضامنة لأمنه واستقراره. رابعاً، العمل على إقرار قانون انتخابي عصري يتيح المشاركة للجميع وفق قاعدة النسبية والتمسك بالهوية العربية للبنان وبناء علاقات عربية صحية تنسجم مع دور لبنان في محيطه العربي، وأن نغلق الأبواب على كل طامع بملء الفراغ الذي أحدثه التنافر والتقاتل بين أبناء الأمة الواحدة، وأن نعيد الاعتبار إلى فلسطين، فلسطين العربية، كأولوية في عملنا العربي من أجل تحريرها، وأن نجمع على أن الإرهاب تحت مسميات متعددة هو صنيعة مستوردة يسيء للإسلام وبعده الحضاري والإنساني، ويستخدم في تمزيق جسد الأمة وإعادة رسم خرائطها من جديد. إذن إن الاختلاف بالرأي هو ظاهرة صحية في كل المجتمعات، وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء هذا الاختلاف في إطاره الصحي، وأن لا يتحول إلى خلاف ممزقاً لوحدة المجتمعات، وأن ننظم هذه الخلافات وأن نتجاوزها إلى ما نعتبره ثوابت تسون وحدة الوطن. وعشتم وعاشت لبنان وعاشت بيروت. اسمه يعرفه كل مظلوم لا ظهر له ولا سند بغض النظر عن الجنس والجنسية والعرق والدين، المحامي نبيل الحلبي. ممثل سماحة مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ خلدون عريبه.